سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في الرسالة اللدنية لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تعالى عند النوع الثاني من العلم الشرعي ترى تذكر وكان قسم العلوم إلى قسمين علم شرعي وعلم إيه وعلم عقلي وقسم العلم الشرعي إلى أصول وفروع وقسم الأصول إلى توحيد وقرآن وسنة مش كده وقسم الفروع إلى ما هو حق لله وما هو حق للعباد وما هو حق للنفس ثم بعد ذلك القسم الثاني القسم العقلي الذي قسمه إلى ثلاثة أيضا أقسام رياضي ومنطقي وطبيعي مش كده ثم بعد ذلك الوجود أو علم الوجود تمام كده طيب احنا خلصنا المرة اللي فاتت القسم الشرعي أو الأصول من القسم الشرعي أليس كذلك النهاردة نبدأ في الفروع قال النوع الثاني من العلم الشرعي وهو علم الفروع مش عايزين نفهم من كلمة أصول وفروع الاستهانة بما سيذكر يعني هذا التقسيم تقسيم لا يجعلك تعامل الأصول معاملة تختلف عن الفروع أو تهتم بالأصول ولا تهتم مثلا بالفروع بل هذا التقسيم يعني ترتيب عقلي عشان تعرف أيها ينبني على أيها أيها مأخوذ من أيها لكن أنت الآن هيذكر مثلا من علم الفروع حق الله هل ده يستهان به؟ لا يستهان به فالمسألة هنا مش إيه؟ مش أصول أيوة فنهتم بها وعلم فروع فلا نهتم به فهو هنا المسألة الترتيب هنا ترتيب إيه؟ ترتيب ذهني عقلي عشان تعرف أيها مبني على أيها فقال النوع الثاني من العلم الشرعي وهو علم الفروع وذلك أن العلم إما أن يكون علميا وإما أن يكون عمليا فعلم الأصول هو علم وعلم الفروع عمل يعني إيه علم؟ يعني أمور نظرية أمور إيه؟ نظرية الفروع أمور عملية واضح؟ وذلك أن العلم إما أن يكون علميا وإما أن يكون عمليا وعلم الأصول هو العلمي يعني النظري وعلم الفروع هو العملي وهذا العلم العملي يشتمل على ثلاثة حقوق أولها حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والأذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من النوافل والفرائض هذا هو المتعلق بحق الله تعالى طبعا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به حتى ما يتعلق بالعباد هو حق الله تعالى لكن التفرقة هنا أو التقسيم هنا مبني على ما هو حق خالص لله يعني أنت الآن لو جيت عملت بالربا التعامل في البيع والشراء بغير الربا ما هو ده حق من حقوق الله بدليل أنك إذا تعاملت بالربا اللي يحصل تأثم لكن هو يقصد أن الحق الخالص لله طيب ثم حق العباد ده بقى اللي هو مختلط الذي فيه ما هو حق لله
زائد ومعه في اللحظة نفسها ما هو حق للإيه؟ ما هو حق للعباد، وهو أبواب العادات، ويجري في وجهين، أحدهما المعاملة مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص وجميع أبواب الديات وأبواب الحدود والديات، والحاجات دي كلها من علم المعاملة التي فيها حقوق للعباد. والوجه الثاني المعاقدة مثل النكاح والطلاق والعتق والرق والفرائض أي المواريث ولواحقها، ويطلق اسم الفقه على هذين الحقين. طبعا التقسيمة دي تقسيمة أبو حامد الغزالي، يعني أنت ممكن تقسم الفقه تقسيمة أخرى زي ما هو التقسيمة الشائعة الآن: عبادات، معاملات، حدود وقصاص، أحوال شخصية وغير ذلك. فإذا ويطلق اسم الفقه على هذين الحقين اللي هو حق الإيه؟ اللي هو حق الله وحق العباد. وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضروري لا يستغني الناس عنه لعموم الضرورة إليه. علم الفقه يحتاج إليه الناس لضبط حياتهم ولضبط معاشهم ولضبط علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، فلا استغناء عنه. قال: وثالثها حق النفس، وهو علم الأخلاق. والأخلاق إما مذمومة ويجب رفضها وقطعها، وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها. والأخلاق المذمومة والأوصاف المحمودة مشهورة في كتاب الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم: من تخلق بواحد منها دخل الجنة. علم الأخلاق الذي هو علم التزكية بقسميه التحلية والتخلية. يبقى إذن لاحظوا هنا أنه أدخل علم الأخلاق ضمن العلم الشرعي وليس ضمن العلم العقلي، ودي من الأمور الفارقة في النظر إلى علم الأخلاق بين المسلمين وغير المسلمين. فما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي يحدده الشرع، بمعنى أنك لا يصح أن تضع معيارا للعدل أو العدالة، ولا معيارا للجمال، ولا معيارا للأخلاق الحسنة، ولا معيارا للخير، ثم بعد ذلك تنظر إلى ما ورد في الشرع من آيات وأحاديث وتقول: أيوة هذه الآية متفقة مع معيار الحق والخير والجمال، وهذه الآية أو هذا الحديث أو هذا الحكم غير متفق، فهو إذن خارج نطاق الجمال أو الحق أو الخير. لا، إحنا عندنا علم الأخلاق خاضع تحت ماذا؟ تحت العلوم الشرعية. لماذا؟ لأن الذي يصف الأفعال هو الشرع. زي ما الأفعال خالقها هو الله، الذي يصفها ويعطيها أوصافا هو الشرع، هو الله أيضا. فقتل النفس، قتل النفس فعل يصفه الشرع أحيانا بالحسن، ويصفه الشرع أحيانا بالقبح. يصفه الشرع بالحسن إذا كان قصاصا أو جهادا، ويصفه بالقبح إذا كان تعديا. فلذلك أهل السنة بيقولوا إن الأفعال لا يوجد فيها وصف ذاتي بالحسن والقبح، وإنما تكتسب صفاتها من الشرع. يعني الذي يعطي الأفعال الوصف هو الشرع، فقبل الشرع مفيش وصف. الذي يجعلني أقول هذا حق، هذا خير، هذا جمال، هذا قبح، هذا شر، هو الشرع.
ففعل الله أيا كان هو إيه، لأن أنا ما عنديش معيار غير ما دلني عليه الله سبحانه وتعالى الذي يضع المعايير. إنك معنى إنك تضع أنت المعيار ثم تحاكم إليه فعل الله سبحانه وتعالى أنك فوق الله الآن. أنت كأنك إيه، أنت الذي تريد تقول لله افعل ولا تفعل، فصرت الآن أنت رب ولست عبدا. فالذي يخلق الأفعال والذي يعطيها أوصافها هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده أهل السنة بيقولوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فما تجيش أنت تقول والله الحكم الشرعي دوت أنا شايف أنه فيه تشدد، أو أنا شايف أن الموضوع دوت ضد العدالة، أو شايف أن الموضوع دوت ضد الحق أو ضد الخير أو ضد الجمال. كل الحاجات اللي أنت بتقولها دي أوصاف، من أين أتيت بها؟ من أين أتيت بها؟ إلا الانطباعات الذاتية أو التجارب الوقتية أو الخبرات الحياتية، وكلها محدودة. فلذلك الذي يعطي الأشياء صفاتها هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعطي الصفات، هو الذي يحسن ويقبح. طب نعمل إيه لما يرد عليك وصف، أو لما يرد عليك فعل قبل أن تبادر بإعطائه وصفا تقول هل ورد، هل أمر، هل نهى أو لا؟ فإذا كان الله أمر به فهو الخير وهو الحق وهو الجمال. واضح؟ يعني أنا مش فاهم والله ليه الإسلام يفرض على المرأة الحجاب في هذه البيئة الحارة، ده ضد العدل، ضد الخير، ضد الكذا. المفروض المسلم يقول ماذا؟ هل الله أمر؟ الإجابة نعم. إذن ما أمر به هو العدل، هو الخير، هو الحق، هو الجمال. طيب نهى، يصير نفس الفعل، نفس الفعل نفسه ضد الخير وضد العدل وضد الجمال. يعني مثلا المسلمين حين كانوا يتجهون إلى في القبلة إلى بيت المقدس، هذا الفعل كان هو الحق. طيب لما أمر المسلمون بالتوجه ناحية الكعبة صار التوجه إلى بيت المقدس باطلا. طيب إذن الأفعال ليس لها وصف ذاتي، الله هو الذي يعطي الأفعال أوصافها. يعني إذا كان ربنا خلق الإنسان وما يفعل، والله خلقكم وما تعملون، فمش يخلق الأوصاف كمان؟ يخلق الأوصاف، وهو الذي يعطي الإيه؟ يعطي الأوصاف سبحانه وتعالى. ففكرة إنه علم الأخلاق أو علم تزكية النفوس وتهذيبها علم شرعي، ده متسق تماما مع الرؤية الإسلامية. حتى علماء الأخلاق عندهم معضلة لا يستطيعون حلها، وفلاسفة الغرب غير المسلمين يعترفون بهذه المعضلة، إنه إذا لم يكن الله موجودا فلا وجود للأخلاق، ستصبح كل حاجة نسبية. يعني لا تستطيع أن تقول إن السرقة ممنوعة، بأي معيار ممنوعة؟ ليه ما تبقاش كل حاجة ملك كل حد؟ فهيصبح بعد شوية إذا كانت الأخلاق نسبية لن يسود بين الناس إلا خلق واحد بس. حين تصبح الأخلاق نسبية وكل شيء يمكن فعله بحسب الظروف بحسب الأحوال، لن يسود ولن يبقى إلا خلق واحد بس، خلق القوة. ويصير الحق هو ما يفرضه القوي، فتبقى حضرتك ممنوع عن السرقة مش لأن السرقة غلط، مش ممنوع عن الاغتصاب لأنه غلط، مش ممنوع عن السب لأنه غلط، لا، أنت صرت ممنوعا لأنك لا تستطيع، فأنت مقهور بقوة القوي. لكن الشرع لما بيقول لك الصدق حسن والكذب قبيح، وأنت تعرف أن الصدق حسن لأن الله الذي خلقني دلني على حسنه، فأنا أصدق وأعرف محاسن الصدق وهكذا.
يبقى وضع علم الأخلاق. طبعا المعضلة اللي قلنا لكم عليها معضلة الإلزام الخلقي، إنه إذا صار علم الأخلاق بلا دين فإحنا أمام معضلة، هي ما هو مصدر الإلزام الخلقي؟ ما الذي سيلزم الإنسان بالتزام هذه الأخلاق؟ هنقول العقل، العقول متفاوتة. هنقول القانون، القانون يمكن أن تخرق. هنقول كل حاجة لن تستطيع أنك تضبطها بلا دين، لأنه هتلاقي الأمور صارت نسبية للغاية. وبالتالي علم الأخلاق عندنا فرع من العلوم الشرعية، وكونه من العلوم الشرعية أيضا متسق مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه إذا كان علم الأخلاق هو علم تهذيب النفوس، يعني علم صيانة النفوس، فالذي يصون الآلة هو الذي صنعها أو عنده علم بصنعتها. مش هجيب مثلا ميكانيكي يعمل لي صيانة للتكييف، أجيب عامل التكييف، مش كده؟ فإذا علم الأخلاق الذي هو تزكية وصيانة وحماية وترقية للنفوس، الذي يدلني عليه من خلق هذه النفوس، هو اللي عارف مجاريها وحواريها. فبالتالي هو أيضا متسق مع الرؤية الإسلامية في الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى. أيضا وضع علم الأخلاق ضمن العلوم الشرعية يجعلنا نفهم السر في وجوب سيادة المسلمين على العالم. لأنه أنت إذا لم تكن هناك أرض مشتركة بينك وبين غير المسلمين، فيجب أن تكون كلمة الله هي العليا، بحيث لأنه غير المسلم لا يعترف إلا بقانون القوة، فالمسلمين لابد من أن يحصلوا القوة حتى نقول للناس تخلقوا بما دلنا عليه ربنا سبحانه وتعالى، وستجدون في هذا الخير لكم في الدنيا إذا لم تكونوا حتى مؤمنين بالآخرة. فإحنا لما بيسود المسلمين بيدل البشرية جمعاء على ما يصلح لها في الدنيا، فالمسلمين هيمنعوا الزنا، هيمنعوا شرب الخمر، هيمنعوا إلى آخره، وبالتالي هيكون في ده مصلحة الإنسان الدنيوية. طيب، إذن علم الأخلاق علم من العلوم الشرعية. هيبدأ بعد ذلك يتحدث في القسم الثاني من العلوم، وهو العلم العقلي، ونبدأ به المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.